كيفاش لو لازير خلاني ننجح في حياتي؟ هي كما سمعتوا لازير خلاني، عرفتينا لازير كنهضر عليه، لازير اللي كيلعبوا به الدراري الصغار خلاني ننجح في حياتي. اجي قبل ما تمشي خليني نعاود لك القصه. بعدا كنا في تركيا انا وغالي ولدي وكنا كنتراو في الزنقه، ويبان لي هذاك لو لازير اللي بحال ستيلو داير وكيلعبوا به الدراري، كيكونوا فيه بلي مرادي فيغورين، ها المشاش ها الكلاب ها غير ثقيبه وحده خارج منها لو فيسو. شريتو ليه وفي الليل قال لي ماما يلا نمشيو للبحر نلعبوا بلو لازير. قلت له يلا حبيبه نمشيو للبحر نلعبوا بلو لازير. دونك انا جالسه معاه في الرميله والظلام كاين، هو كيدير لا بروجيكسيون ديال ها مشيشه ها قنيه ها كليب ها ايفيكتيمون. انا جالسه كنتفرج معاه واحد الساعه ويسد هذوك الثقيبات كامل، خلى غير ثقيبه وحده اللي خارج من هذاك لو لازير ودار هكا. وانا انتبهت قلت ياه هذوك لي فيغورين اللي كان كيوري ليا كان البعد ديالهم قصير، هذا البعد ديالو كبير. ارا راح حبيبه داك لو لازير نشوف وانا نقبطو وانا نيشو على القمر، ويبان لي هذاك لو لازير البعد ديالو بقى غادي 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 غادي، جاب لي الله وصل القمر. عرفتي في ديك اللحظه بحال اللي شي واحد هزني وعطاني طرشه تهدرت. علاش؟ حيت في ذاك العهد كنت انا خدامه ولكن كندير بزاف ديال لي بروجي اون ميم طون، كنتبع بزاف ديال لي زوبجيكتيف اون ميم طون، وغالبا الوقت كنضيع الوقت وما كنوصلش ليهم في الوقت وكنتهد، اي دي فوا كنتخلى على دي بروجي اون كور دو شومان. قلت يا سكي فري بور هاد لو لازير فري بور شي لاخر. من اليوم فصاعدا غادي ناخذ اوبجيكتيف واحد، الاخرين هما في بالي غنحطهم، نقبط هذاك الاوبجيكتيف بحال لازير، نتفوكس عليه نتكونسونطرا عليه ونبقى غادي عليه حتى نوصل للهدف، ومن بعد عاد ناخذ اوبجيكتيف واحد اخر. هذه تقنيه خطيره جدا عاونتني اللي خلاتني نوصل اليوم للبلاصه اللي وصلت ليها. اليوم ما شاء الله لانسينا بزاف ديال لي بروجي، بزاف ديال لي بروجي، ومازال الخير امام، ولكن واحد على فوا ما لانسيتهمش كامل. وكانت فيا هاد القاعده الخايبه، الا انت فيك هاد القاعده الخايبه اللي هي رجل هنا ورجل هنا، يد هنا ويد هنا، وفي الاخر ديال المطاف كتحس براسك عييتي وتهلكتي وما تفرتيش عليك بلا تكنيك ديال لازير. نقبط حاجه وحده نركز عليها تكونسونطرا عليها ونبقى غاديه فيها حتى وكننجح. اللازير اللي شفت في تركيا نفعني ولا بدات ما غينفعك حتى انت. كانت معاك ناهد رشاد، هذا هو، الله يحفظكم. عجبتك لا فيديو؟ ايوا ما فيها باس، ام تي بوس باش نعرفها بما عجبتك، خلي لي ان كومونتير باش نجاوبك. احسن حاجه تقدر دير هي ابونتوا باش ما تفلت والو.